إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم هنا من ناظور. حنا الآن كنتواجدوا في عريض، يعني هاد الناس هادو كان عندهم مشكل ديال الطريق وعدة مشاكل هنا في هذا المكان هذا في عريض. يعني بعد يعني عدة وقفات احتجاجيات ديال هاد الساكنة هادي، ولله الحمد القائد والسلطات المحلية والسيد القائد المقاطعة السادسة السيد المريني دخل ولقى لهم الحل. حنا كنعرفوا بأنه المريني قائد المريني دائما هو كيلقى الحلول، والحمد لله لقى لهم الحلول لأنه دار مشكل كبير صعيب باش لقى ليه الحل. سي صديق. نعم. السلام عليكم. سي صديق، بعد عدة مشاكل اللي كانت هنا في هذا المكان هذا، نعم، الحمد لله السيد القائد المريني القائد المقاطعة السادسة لقى لكم الحل على ما أظن، وقيل لقى لكم شي حل. ياك تفضل السيد المريني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى أولا على كل حال، ونشكر السلطات المحلية في صفتها قائد المقاطعة السادسة السيد المريني اللي دار معنا واحد مجهود كبير باش نحلوا شي نقاط سوداء كانت عندنا في هذا الشارع اللي طلع من شارع طماطيش اللي مسمي بشارع طماطيش ديال 12 متر، ومن بعد كيخرج من واحد الشارع ديال 7 متر اللي كيطلع حتى لتجزئة جلول. وكان عندنا شي نقاط سوداء هنايا في هذا الشارع، الحمد لله بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه دخلوا السلطات، دخلوا المحسنين، دخلوا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، وكاين من أصحاب الأملاك اللي حتى هما تعاونوا معنا باش يخليونا نوسعوا هذا الطريق، نديروا فيه 7 متر وندوزوا هذا الطريق بدون مشاكل. وبعض يعني مساعدة ديال السلطات المحلية وفي صفتي مقاطعة السيد المريني حتى هو دار معنا مجهود كبير باش نقنعوا بعض الناس اللي عندهم بعض الأملاك جاية في وسط الطريق. فعلى سبيل المثال الا بغيتي ترد الكاميرا لهذاك الحائط تماك اللي كانت عندنا نقطه سوداء، ذاك الحائط نعم حائط قديم، وباش ندوزوا الطريق ديال 7 متر كان عندنا فيه مشكل، لازم خصو يتهدم ذاك الحيط ويدخل تقريبا متر على الاقل، يدخل متر باش يكون طريق واسع، باش يكون طريق واسع بدون مشاكل طريق ديال 7 متر. الحمد لله تجاوبت معنا يعني العائله ديال تيك ديال ذاك الحائط، تجاوبوا معنا الحمد لله بالتدخل ديال سعاده القائد السي المريني وبالتدخل ديال الساكنه اللي كانوا اجتمعوا هنايا، والحمد لله. لا صافي غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. الحمد لله والشكر لله، أبريدا مقادس الصعوبة ومزوار ودام قرانت، ولكن أخوان الحمد لله سعدت السكان عاوننا ساعدنا نغ وقفات الاحتجاج بزاف، والناس يوذان غايد جان الحيوض وشي ناخذ مو عنسن عنين دو قبريد الله يجازيهم بخير، يوذان هذا من الحيوض نسن زعما غير نشاط ذا مقران خو بريدي توسع تو كين داي 6 متر خو كمبر الناس انا داي كمبر الناس وي 7 خو زعما غير نشاط ذا مقران داي توسعه داي رخد مثل الحمد لله تكوا مزيان. ونشكر التاس قائد مقاطعه السادسه السيد المريني جزاه الله خيرا عنا انت، ونشكر رئيس مجلس البلدي والسلطه الكامله اللي كيخيب الدندنتي والسيد رئيس الدائره جزاهم الله خيرا عما سيدي وحفظهم الله، زعما قلت كيخرج المجهود دام قران وعاوننا هنا بريد الخو يسرح الحمد لله، وغا خوش المشكل نوني كيما خرج المشكل اللي خسرها في الدار، كيما المشكل هو مان عاد ولا كيربو الحل المس، المشكل هو مان هو مان واش كيربو ما يسغب ما يسغب الفن، امان عندو الخو الشارع امان وغا سبوش الحل باش امان خاخ الخو الشارع
ما عاد يلاه كين ولكن ما تقلش غا الزهو السلخ ولكن امين وخمس غفن ومان امانه مالا واد كود يكون هذا في الخضر الميدن ونتمنى ان شاء الله السلطه هذاك هذاك السحت غابريد نتمنى هذاك تعاون هذاك كير ما يسعد الومان لانه ما رجينا ابريد امون شينا مشينا قد وارد مهدد سونزار هذه القمه غا خيرين امان تدفن غا ثوذرين وتجمع سعد الومان ومن سعد الومان سبق اخير يجد مشكل النظري نتمنى السلطه ما تخزع هذه منايا لانه ما بريد نخدم اذا نخدم اذا مراكا نخدم ومن بعد ذلك كانت الحفاظ نعاود الا ما بريد قعد مليح ذيس التسع مليح يعدو غيد السكينه مليح ولكن نتمنى ان شاء الله ماجد خستجبن ذي المسائل النظري هذا خستجبن ذي المسائل غزات هذا خقن امان ما يسعد الومان ما يسغفن ومان ونزار لانه ما راجي تمو هذا في الومان خذوا ذلك ميدن مع الاسف عاودت انا مثلا ممشانا الله يجازيك بخير سوار خمشانا ممشانا خمشانا رخو بورديو هاي حفوا ما يسرق كل ومان وغاز ما يسرق كل ومان رخو ما له وند ومان اكون دي غزات اثناء الدعم ميدن ديريكت ويقش دي غاز تعاود تنقرا قش الله يرحم والدين قرب دي قش غاماني قمت تابع جامع سمحه خاوم الله يرحم والدين قش دي عاود تنقرا قش على حسب بورديو بورديو يسجو على رخو ما له وند ومان وجي ما يسرق كل وجزاكم الله خير ونتمنى ان شاء الله الموافقه زي السلطه كيخرب الدن ونشكر الاخوان السلطه مره جزاهم الله خيرا ونتمنى ان شاء الله ونتدعى السي المريني في شهر رمضان جزاه الله خيرا يعاون خطاس ويبدا كي خطاس وفي اي وقت انت في الزنق وانت اذا حل اتصل المشاكل الحمد لله وجزاهم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سي صديق نعم سي صديق شي كلمة أخيرة يعني صراحة عدة بعد عدة مشاكل الأخذ ورد سير من هنا وزير لهنا يسير وقفات احتجاجية وأخيرا السيد القائد المقاطعة السلطات المحلية بكل شيء وعلى رأسهم السيد القائد المقاطعة السادسة هنايا سي قائد المريني يعني وأخيرا لقى لكم الحل شي كلمة أخيرة تفضل السيد. طيب الكلمة الأخيرة عبارة عن دعاء كندعيو مع هاد الناس اللي تساهموا معنا وتساعدوا معنا اللي خلاو من املاك ديالهم باش نوسعوا الطريق اللي ميت كنقول له الله يرحمه الله يوسع عليه في القبر ديالو كاينين الناس اللي عندهم املاك ديالهم هنايا وفاتهم المنيه كندعيو معهم من هذا المنبر الله عز وجل يوسع عليهم في هذه الايام المباركه ان يفسح عليهم في قبورهم والناس اللي حيين يبارك فيهم الله عز وجل ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم على هذا الخير والمساعدة اللي قدموا لنا باش يدوز هذا الشارع بكل أريحية وبكل يعني يكون واحد شارع كبير فيه 7 متر واسع ومزيان يعني يكون بمواصفات عالية إن شاء الله وكنتمناو من السلطات إن شاء الله تدخل كنتمناو من السلطات تدخل تلقى لنا شي حل إن شاء الله للماء ديال الشتاء الماء ديال الشتاء انا كيف كنفكر دابا في المستقبل ملي غادي يكون الشتاء لان كما سمعت الماء ديال الشتاء وديال الروكار كيدخلوا في يعني كيتجمعوا في قادوس واحد وفي الروكار واحد غادي يكون عليه واحد الضغط وغادي يبقى الروكار كيتقيا لان غادي يكون عليه الضغط كبير ولهذا كنحاول ان شاء الله نوصل الرساله للمسؤولين باش يحاولوا يلقاو شي حل ان شاء الله يديروا لنا شي روكار خاص بالماء ديال الشتاء والماء ديال الروكار بوحدو وهذا الشيء اللي كاين في هذه الساعه الحمد لله النقط السوداء كل شيء تحلات جزا الله خير الجميع وكنشكر المسؤولين من اولهم الى اخرهم واعلى سلطه في اقليم ناظور سيد العامل اللي دار مجهود كبير يعني فسح لنا هذا الطريق اللي جاي من شارع طمعطيش وكيدور دائري وكيخرج عند جلول جزاه الله خيرا وجزا جميع اللي كان سبب في هذا التوسعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في احنا الآن كنتواجدوا في عار الريف في شارع طوماطيش طبعا يعني بعد المعاناة الطويلة ديال الساكنة ديال عار الريف ولله الحمد دابا الناس ديال السلطات لقاو لهم الحل والسيد القائد المقاطعة السادسة السي المريني لقى لهم الحل وهذا ما كان احنا كنتمناو تلقى الحلول لأي واحد عنده شي مشكل تلقى ليه الحلول. هذا الشيء اللي كاين اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في وصلنا نهايه البث المباشر هنا من مدينه الناظور الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.